يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الرأي في هذه اللفظة وهي أنه عند موت أحد من الناس يقال انتقل إلى مثواه الأخير؟ لا، هذا غلط. ما هو مثواه الأخير؟ مثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار يوم القيامة. أما القبر فهو مؤقت، القبر مؤقت ويسمى دار البرزخ أي الانتظار. الأموات ينتظرون البعث، ومكانهم هذا ما هو مكان إقامة، هذا مكان مؤقت ينتقلون منه إلى الدار الآخرة، ولذلك سمي بالبرزخ. نعم.